طيب في عندنا حاجة تانية بنقول عليها أجوروفوبيا. أجوروفوبيا دي عبارة عن زي ما احنا شفنا الصورة كده ماركت فير أور أنكزايتي أكتر من 6 شهور، ولازم يكون متوفر من الخمسة الموجودين تحت دول 2، إن أنا عندي فير إن أنا أستخدم البابليك ترانسبورتيشن المواصلات العامة، أو إن أنا أبقى في مكان فسيح أو متسع أو واسع لوحدي، أو إن أنا أبقى في مكان مقفول تناقض، أو إن أنا standing in line or being in a crowd أقف مستني دوري في طابور، أو إن أنا أبقى في مكان زحمة أحس إن أنا هموت، أو being outside of the home alone، أو إن أنا أطلع بره بدون ما يبقى معايا مرافق من الأهل عندي. الأجورافوبيا بتخلي الشخص دوت يا إما يحصل فير يا إما يأفويد كل هذه السيتويشن. طيب الأجورافوبيا هتعمل له نوع من أنواع الأنكزايتي، وزي ما قلنا في الديفينيشن الجنرال كونسيدريشن اوت اوف بروبورشن، وزي ما قلنا ان هيبتدي افويد هذه السيتويشن، وهذا الافويدنس هيبتدي يعمل له نوع من انواع سيجنفيكنت انترفير وذ روتين. البريفالنس تقريبا 2% اوف جنرال بوبوليشن، برضه نفس الكلام في 100% 2 الى 1، بتحصل في الغالب عند سن 17 سنه. تقريبا تلت الحالات 30% بيحصل لهم بانيك اتاك او ديس اوردر، تقريبا برضو كونفرز هاي ريسك اوف اذر انكزايتي ديس اوردر، بيبقى معاهم كوموربيديتي الاذر انكزايتي او الاكتئاب او